ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا دايما كويسين وفي خير وفي سعاده وفي سلام. النهارده هنتكلم عن عطر. انا رايي انه له فلسفه كبيره قوي هذا العطر، والحقيقه انه عطر من العطور اللي بالنسبه لي انا بقيت تجسد لي حاله مختلفه قوي. فبما انكم وحشتوني وبما ان يعني بقالي شويه ما اتكلمتش معاكم، فانا حابب النهارده ان انا اشارككم مشاعري مع تجربه كانت ثريه جدا وغنيه قوي مع عطر من المجموعة الخاصة من إيف سان لوران. العطر ده طبعا بيت الأزياء إيف سان لوران مشهور للغاية، هي دار بتستهدف العطور وبتستهدف الأزياء، لكن عاملة مجموعة خاصة. أنا الحقيقة المجموعات الخاصة بتاعة العطور الديزاينر أو الشركات الديزاينر اللي هي بيوت الأزياء، أنا بعتبر إن هي تنتمي بشكل أو بآخر بعضها أو جزء منها إلى عالم عطور النيش اللي هي المتخصصة قوي وفي شكل الروائح او شخصية العطر اللي بيتم تناوله. علشان ما اطولش عليكم ويبقى الفيديو يعني قصير مش طويل، فخلينا نتكلم عن العطر بشكل سريع قوي. العطر اللي معانا النهاردة هو عطر كافتان او كافتان من إيف سان لوران او المجموعة الخاصة لإيف سان لوران. إيف سان لوران عاملة عطر عطور مجموعة عطور. الحقيقة كافتان هو جاي من اسم عربي الاصل وهو القفطان. وانا مش عارف ايه حكاية إيف سان لوران مع تجسيد روح الازياء في مجموعتها الخاصة، لا سيما ان احنا عارفين ان في عطر شهير جدا اسمه توكسيدو. عطر توكسيدو بيجسد البدلات، التوكسيدو يجسد لك هذه الرائحة الغنية الثرية، لكنه وبطريقة اخرى، ولان التوكسيدو هو ابتكار غربي بالنهاية، لكن هو عمل كافتان علشان يعبر عن الرائحة الشرقية والمخملية اللي من الممكن انه الرجل العربي الاصيل او رجل الشرق المعروف عنه يعني الثراء والاصالة والرقي في تاريخه، انه اكيد عايز يعمل له عطر يحاكي نفس الملابس اللي بيلبسها. القفطان او الكافتان اللي متسمي باسم العطر الحقيقة له قصة، خليني وانا بشم العطر احكيها لكم. الحقيقة عطر يعتبر من اجمل العطور اللي مرت عليا الحقيقة، يعني عشان اكون صادق يعني فعلا من اجمل العطور، وهذا العطر يحتاج الى شخص يتأمله جيدا يفهمه ويسير معاه بهدوء مثل ما يسير هذا العطر. اولا عشان تعرفوا منين استوحى العطر او إيف سان لوران منين استوحت العطر، اظن اللي عملت العطر عطارة اسمها كاليكس بيكير حاجة كده، لو انا مش خانتني الذاكرة قوي. هي عطارة سيدة، وانا بالمناسبة بحب العطور السيدات لما بيعملوا عطور تميل الى الجانب الشرقي، لانه بتبقى بتعبر عن نظرتها للرجل الشرقي عاملة ازاي او للاجواء الشرقية، ولا سيما ان المرأة تسري فيها العاطفة كما لا تسري في الرجل. يعني الرجل بالطبع طبعا عطوف كل حاجة، لكن المرأة تسري فيها العاطفة بشكل اكثر ولوجا في تصرفاتها، وبيبان قوي في انفعالاتها. ولذلك لما تيجي تعبر عن الشرق لازم ننتبه الحقيقة. يعني اسم كافتان جاي من اين؟ جاي من ده زي او ملبس كان يعني عرف عن العرب قديما، يقال انه هو جاي من بلاد الفرس قديما، توارثته الاجيال جيلا بعد جيل، قرن بعد قرن، لحد ما راح للعثمانيين، ارتداء بالعثمانيين الامويين اللي هي الاسرة او العائلة الاموية او الدولة الاموية المعروفة والتي حكمت في صدر الاسلام او التاريخ العربي الشرقي، ثم بعد ذلك راح للعثمانيين. والقفطان عشان تبقوا يعني اللي تابع المسلسلات بقى بتاعت الاتراك اللي هي حريم السلطان او ارطغرل او السكة دي يعني هيفهم قصدي، الملابس التي كان يرتديها الملوك والسلاطين في ذاك الوقت، وهو زي جلباب مفتوح من الامام له شكل معين مطرز على الحواف بتاعته، التطريزات المعروفة ديت، والمزخرف بشكل كبير، الكم إلى حد ما واسع مزخرف أيضا على حواف هذا الكم، مطرز ببعض اللآلئ ببعض المجوهرات،
طويل الى حد ما مفتوح في المنتصف. ده كان شكل القفطان في ذاك الوقت او الجلابيب التي يرتديها السلاطين في ذاك الوقت. عرف فيما بعد كمان لدى الجزائريين اظن في القرن الخمستاشر، لكن قبل الجزائريين كمان عرف في المغرب العربي، وذهب هذا الرداء الى المغرب واخذ صيت واسع جدا، لدرجة ان في وقت من الاوقات او في فترة حكم من فترات المغرب، وسلام كبير لاهلنا في المغرب الاعزاء، يعني انه كان يجبر السلاطين وابناء الطبقات المخملية كانوا يجبروا على ارتداء هذا ارتداء هذا القفطان، وابناء الاغنياء وابناء الطبقات الراقيه وطبقه الحكام والامراء والسلاطين كانوا يرتدوا هذا القفطان لكي ينالوا شيء من الاناقه والرقي والحضاره. وعرف في المغرب، ولا سيما انه معروف عن إيف سان لوران انه ولد في مدينه مراكش، تأثر جدا بالثقافة العربية والمغربية بالأحرى. هذا الرجل كان أيضا يقيم، أنا قلت يقيم في بيت في مراكش، لكنه ولد في مدينة وهران الجزائرية، يعني هي في الغرب الجزائري. بالمناسبة مدينة وهران يعني مدينة أعرفها من خلال حما زرتهاش قبل كده، وسلام وتحية للأحباء في الجزائر، لكني هذه المدينة يعني كنت بسمع أغنية شاب خالد وهو بيغني وهرًا وهرًا رحت خسارة رحلوا منك ناس، مش عارفة يعني كلمات أغنية بديعة الحقيقة. وتحية مني للشاب خالد جدًا لأني بحبه وبعتبره يعني عنصر من عناصر التاريخ في الغناء الحديث. العطر ببساطة يحاكي هذه الأجواء، تلك الطبقات المخملية من الأمراء من السلاطين، حاجة زي السلطان سليمان القانوني ما يرتدي من أزياء، هذه الأزياء العربية القديمة والهوية القديمة لهذه الأزياء التي يقال أنها أتت من بلاد فارس، هي من تضفي هذه النعومة والتحضر والرقي، وقليل من الأصالة وكثير من الشكل المخملي البارز المزخرف في هذا العطر. هذا العطر الحقيقة ياخدك إلى عوالم أخرى، لأنه العطر حار إلى أبعد ما يمكن. الله حقيقي يعني أنا أشعر بمشاعر مختلطة وهكلمكم عنها، لكن هذا العطر للوهلات الأولى تشم فورا الفلفل الوردي الحلو الذي يعبر عن نفسه بجوار رائحة العنبر اللي هيبان معاك من الأوبنينج إلى الدراي داون، لكن هذا العنبر يملأ ويفجر الكثير من اللبان العماني والكثير من الأصماغ الراتنجية المتجسدة في الجاوي أو ما يسمى ويطلق عليه البنزوين، وهي رائحة صمغية تستخرج من الشجر العتيق، وهذه الرائحة إلى حد ما فيها طابع محرابي ما تشعرك بحالة من حالات السرمضة أو الكينونة، أو تشعرك بحالة من حالات الاتحاد مع الكون. طب ليه أنا بشرح الحالة دي؟ لأنه هذا العطر أيضا يأخذك في رحلة تصوفية، يعني هذه الرحلة السرمدية الذي يتحد فيها الإنسان مع نفسه ومع كل شيء حوله، تشعر وكأنه محراب في مكان عتيق مرت عليه كثير من الأرواح. هكذا أعيش مع هذا العطر حقيقة، يعني هذا العطر يعطيك وكأنك ذاك الحكيم الغني الثري الطبيب العالم الذي يقطن في القرون الوسطى لدى الشرق العربي والتي كانت مليئة بأضواء الحضارة والعلم والتحضر، وهنا بتقدر تستحضر قد إيه العطارة اللي عملت العطر كانت ترى هذا البهاء الذي ينبعث من الشرق العربي. لا شك أن الشرق العربي في حالة مزرية الآن، نتمنى له أن يخرج من قاع الحضارة إلى المقدمة، ولكن على أي حال نجد عزائنا في كتب التاريخ، نجد عزائنا في تلك الفصول التي انطوت، ونجد عزائنا أيضا في شيء أهم من كل الكتب ومن كل القراءات، وبرغم أني قارئ شره إلا أني أقع الحقيقة في حب قطعة من التاريخ والملحمي ما بين الماضي وبين الحاضر المعاصر، وهو عطر كافتان. الحقيقة خليني أثني
على العطارة أثني على اختيار إيف سان لوران في هذا العطر اللي كومبلكس فخم فاخر قوي. أنا مؤخرا بقيت أقتني العطور التي تحتوي على نوتة اللبان والبنزوين، وأميل إلى حد كبير إلى نوتة البخور وغيرها من النوتات التي تعطي طابع شرقي الحقيقة. أنت هنا وكأنك تجلس في مكان مليان قماش من القطيفة مزخرف، تحس بالدفء. كان والدي رحمة الله عليه لما أروح بلده الأرياف الذي هو منها كان بيعمل حاجة لطيفة، كان بيلبس دفية، وهي معروفة عندنا في مصر عباية، يعني صوف ثقيلة متقنة الصنع مزخرفة أيضا من الحواف تسمى الدفية، وكان يحطها في الشتاء على جسمه. وكان وأنا طفل صغير كان أبويا يخليني أمشي قدامه جنب النيل على الجسر أو الطريق المجاور للنيل، وجنب النيل والأشجار بتاعت الكافور العظيمة، وأمشي بمحاذاة رجل والدي، ويقوم مغطيني كده بالدفية دي، فبقى أنا مش شايف الطريق، لكن يعني راسي في الأرض ماشي على نفس الخطى التي كان يخطو عليها رحمة الله عليه، حيا لما كان عايش وميتا عند الله سبحانه وتعالى. أسأل الله له الرحمة ولأبائنا وأمهاتنا جميعا. لكن هذا العبق اللي أنا بتكلم عنه، تلك القبس من التاريخ اللي بتكلم عنه، هنا رائحة تسوي حالة زي ما بيقولوا، رائحة تعمل لك حالة جدا، رائحة مرتبة قوي، رائحة غنية ثقيلة، عايز تاخدها من هذه المشاعر الصوفية التي فيها شيء من الزهد، فيها شيء من الحكمة والانعزال، هتيجي معاك كويس قوي، وكأنك أحد المتصوفين الأقطاب تقطن في محراب وتعتزل فيه الناس. لو عايز تاخدها على أنك أمير من أمراء الشرق في العصور المتوسطة يرتدي القفطان وهو حكيم ومن الطبقات الحاكمة والمخملية، هذا العطر سيوصلك إلى هذه الرحلة. لو عايز تاخده على أنك لابس حاجة سيني قوي ليها شخصيتها ليها كاريزمتها، برضو هيساعدك جدا. الخلاصة أنه هذا العطر يسبب الحالة. العطر ده يستخدم الفصول اللي من وجهة نظر يعني لائقة جدا به، هو فصل خريف فصل الشتاء، يرتدى على ايه؟ لا يرتدى الا على الازياء الرسمية، يعني البدلات، يرتدى على الملابس الخليجية العربية، يرتدى على الملابس المغربية او الجزائرية زي القفطان المشهور هناك، اللي بالمناسبة اتطور فيما بعد وخدته النساء الجزائريات وطوروه من باب الأزياء والتطور إلى أزياء نسائية فاخرة قوي. انتوا لو كتبتوا كلمة قفطان على جوجل، قفطان مغربي قفطان جزائري، هتلاقي أزياء للسيدات فعلا قمة في الروعة قمة في الروعة. أما الآن فهو الأزياء المختزلة البسيطة السيئة، لكن زمان الحقيقة كانت الأزياء أكثر فخامة أكثر ثقل أكثر يعني رونق وحضور وكاريزما. أنا بشكر الفرصة اللي خلتني أتعرف على هذا العطر، بشكرها من قلبي حقيقة، والحقيقة أن أنا سأحتفظ بهذا العطر إلى الأبد إذا استطعت. الأداء بتاع العطر وهو أهم ما فيه أداء قوي الحقيقة وفوق المتوسط، ويديك ساعتين لثلاثة فوحان كويس جدا جدا جدا، وممكن يتجاوز معاك هذا العدد من الساعات كمان في حالة الارتداء الكامل. رايح مشوار ليلي يعني أرشحه لك، رايح مناسبة رسمية أرشحه لك. هذا العطر أيضا ثباته بالملابس بالأيام، قعد على جلدي لما جربته يومين، فكان الحقيقة حالة من حالات العطر دخلني فيها، فعذروني على الإسهاب في الكلام عن هذا العطر. هتشم إيه من العطر؟ هتشم البخور، ليس بالحضور الدخاني القوي وإنما بذلك الحضور الناعم المهذب. هتشم خشب الصندل اللي عامل حالة كريمية بارزة في هذا العطر. هتشم كمان العنبر، هو الخلفية العنبرية في المشهد العطري ينازعه فيها ويملأه ويثري مكانه وفجوته وأمعاءه، ذلك اللبان العماني المحرابي الصخري مع الراتنجات أو الصموغ الراتنجية التي تعطيك رائحة خشبية صمغية
تشبه الى حد كبير بخور الجاوي لو الناس تعرفه، مع الحاله البلسميه اللي بينشئها خشب الصندل، عطر لكل الناس محبين هذه الاجواء الشرقيه العربيه. اذا لم تكن من محبين هذه المدرسه التي تجمع ما بين الاولد سكول وما بين المدارس الحديثه في صناعه العطور، فادعوك لتجربه هذا العطر، لازم تجربه. كان لازم النهارده اتكلم عن هذا العطر عشان اقدم شيء يليق بهذه النخبه التي تسمعني وتتواصل معي واتواصل معها. شكرا جدا على كم الرسائل الضخم من المحبه اللي انتم بتقدموها لي وبتبعتوها لي، فانا بتمنى لكم ايام سعيده، بتمنى لكم تعطر دائم، بتمنى لكم سعاده دائمه انتوا اهاليكم وحبايبكم يا رب العالمين، يا الكعب العالي، يا النخبه الاليت، يعني زي ما بيقولوا الاليجنس، الطبقه الراقيه المخمليه. يعني النهارده يعني كانت حلقه الحقيقه طويله شويه، لكن هفكركم ان انا عندي جروب اسمه احمد سمير فلسفه عطر، ممكن تخشوا تزوروه، هسيب لكم اللينك بتاعه تحت في الديسكربشن، وخشوا برضو على الانستجرام عشان تشوفوا العطور اللي انا بستخدمها يوم بعد يوم وانا نازل وبشاركها مع حبايبي واصدقائي والمتابعين. وان شاء الله القاكم في خير يا رب وعلى كل خير. طيب الله صباحكم ومساءكم، دمتم في خير وعلى خير. السلام عليكم.